الحمد لله بحمد ربنا طبعا على المكسب وعلى الثلاثة بونت. طبعا مهم جدا كنا ناخد 3 بونت النهارده عشان احنا بنفكر ان احنا نصعد من مجموعة اول، فكان لازم النهارده نكسب. والحمد لله الاداء الى حد ما مطمئن يعني، الحمد لله. وان شاء الله نفكر في المباراة القادمة ان شاء الله نقدر نحقق مكسب ان شاء الله ونصعد اول مجموعة باذن الله. لحد ما عندك ملاحظات على الاداء اليوم؟ لا يعني هو مستر كروشك يعني كان بيقول لنا ان احنا نستمتع في الملعب، والحمد لله قدرنا نستمتع، والاداء بتاعنا الحمد لله الشوط الاولاني والشوط الثاني كويس جدا. الروح بين اللعيبه كويسه، اللعيبه الاحتياطي واللعيبه الاساسي كلنا روح واحده، فده بيحقق المكسب الحمد لله يعني. تعودنا دائما مع الجزائر مباراه قمه، شلون بتكون ان شاء الله؟ طبعا الجزائر بلد شقيقه يعني، واخواتنا الكرة طبعا بيبقى فيها تحديات كبيرة. طبعا احنا بنفكر في المباراة اللي جاية بشكل ايجابي. طبعا منتخب مصر دايما بيفكر في المكسب والفوز دايما، فان شاء الله باذن الله بنفكر من كده من بكرة، وان شاء الله نحقق 3 بونت اللي جايين مهم جدا عشان نصعد اول مجموعة. ده كل تفكيرنا ان شاء الله.